اللاعبين تعرفوا بأن دائما اللاعب الجاهز هو اللي تيدخل يلعب. أيمن درب معنا يلا هاد من بعد العودة ديالنا من أكادير، لأنه كان تحس بآلام ما مشاش معنا لأكادير، لأنه في الحصة ديال الرجوع ديالو حس بآلام في الركبة ديالو، وبالتالي الآن إذا كان جاهز فهو اللي ممكن يكون في المباراة المقبلة. حنا غنشوفوا عندنا حراس في المستوى، رشيد خدا وقت ديال اللاعب وبين على مؤهلات، هذا شيء مهم بالنسبة للفريق، وبالتالي كاين تنافسية في جميع المراكز، خاصة أن كاين ضغط ديال المباريات. يعني الآن إلى رجع أيمن فغيكون عندنا حارس احتياطي في المستوى، أي وقت ممكن يغيب أيمن فرشيد ممكن ياخذ المكان ديالو. وكما شفتوا حنا تنديروا تدوير اللاعبين مع ضغط المباريات، عندنا مجموعة تتعيش مزيان، تتحقق نتائج، نتمنى لهم الاستمرار إن شاء الله.